بيحتفل العالم يوم 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، وهو يوم العرفان بالجميل لكل نساء العالم اللي أثروا في العالم بأدوارهم المختلفة في كل مجالات الحياة. عشان كده نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان احتفالية تحت شعار المرأة التي دعمتني، لتكريم عدد من السيدات اللي قدموا دور كبير في حياة أبنائهم اللي أصبحوا نماذج مشرفة. احنا بنقول لكم كلكم متشكرين جدا على كل حاجة قدمتوها وبتقدموها، واقفين جنب الوطن، بتبدأوا المنظومة المجتمعية وهي الأسرة في التربية وفي التنشئة وفي تحمل الكثير والكثير. المرأة المصرية عبر التاريخ كان لها دور، بالنسبة لي المرأة التي دعمتني فهي أمي، التي بدونها لم أكن هنا. هي أختي، كانت رفيقتي وصديقتي الأولى، هي كانت زوجتي اللي رافقتني طوال حياتي العملية، هي أيضا ابنتي. خليكي واثقة في نفسك وإن دورك مهم جدا في المجتمع، دورك مهم جدا داخل البيت، أنت أم وبتأدي دورك في نشأة الأبناء، وأنت عليكي أكبر دور إن هي مصر نهضت بيكي أنت. من ضمن النماذج اللي اتكرمت اليوم أم ربت أولادها وهي بتحارب السرطان، وأم تحدت انفصالها عن زوجها وقامت بدور الأب والأم لأولادها، وأم تانية كانت بتجاهد وتثابر عشان تربي 3 أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكل دول نماذج من ملايين الأمهات اللي بيقوموا بأدوار بطولية علشان أبنائهم رغم ظروفهم الصعبة. هي قدوتي في الحياة، وتعلمت منها حاجات كتير، بقى الإصرار وإن أنا يعني أبقى مصممة على حلمي لحد ما أوصل للي أنا عايزاه. أنا كنت بحكي يعني الكفاح اللي ماما كفحته في حياتها وإزاي ده أثر عليا بالإيجاب، إن مكون شخصيتي، خلاني إنسانة ناجحة، إن أخد منحة من الوكالة الأمريكية إن أنا أدرس في جامعة زي جامعة بريطانية. من ناحية صغيرين ماما شايلة مسؤوليتنا، وكانت بالنسبة لنا أم وأب، عمرها ما قصرت في دورها، بالعكس كانت بتقوم بدورها وزيادة، والحمد لله وصلتنا لمراحل تعليمية كويسة، إحنا 3 تعليم جامعي. أنا ست مكافحة، انفصلت، خدت معاش أبويا، بجانب كده معايا جبت مكنة خياطة وقفت جنب منيهم، وما حبيتش أحوجهم لأي حد. المرأة نصف المجتمع، ويمكن كمان أكتر من نصف المجتمع، عشان كده الاهتمام بالمرأة على رأس أولويات الدولة المصرية، وده ظهر في الإجراءات والمجهودات اللي بتبذلها الدولة لإعطاء المرأة المكانة اللي تستحقها وتمكنها في مناصب عليا، وكمان المساواة والعدل بينها وبين الرجل. أبانوب ويليام، مساء الخير، ميساد.